أهلا بيكم مرة تانية في البيت الكبير. معانا دكتور محمد العدل، مدرس مساعد الروماتيزم وآلام العمود الفقري وحقن المفاصل. هنتعرف منه على مشاكل الخشونة، وهنتكلم عن حقن المفاصل بشكل عام. أهلا بيك دكتور محمد. أهلا بيك وأهلا بسلام المشاهدين. أهلا بك. في البداية عايزين حضرتك تعرفنا إيه هي الخشونة؟ هو بص، ده مصطلح دارج بيقوله الناس دايما، يقول لك انا عندي خشونه في الركبه، اصل انا عندي تاكل في الغضاريف والحاجات دي. هو الحقيقه الخشونه بتصيب كل مكونات الركبه او كل مكونات المفصل، من اربطه وعضلات والغضاريف والغشاء السينوفي اللي بيبطن الحاجات دي كلها. وبيحصل بعد كده ان الغضروف السمك بتاعه بيقل، تمام، وبالتالي العظمتين اللي هو بتاعه الفخذ وعظمه الساق بيقربوا من بعض جدا، وبتظهر بقى لما بنيجي نعمل الاشعه او حاجه بتبقى المسافه قريبه جدا على ناحيه الجسم. ده طيب. ده باختصار بسيط معنى الخشونه. باختصار معنى الخشونه. طب علاجاتها، احنا بنسمع عن الحقن المفاصل، هل ايه هو انواع الحقن بالنسبه للخشونه؟ هو بالنسبه للخشونه ما فيش الى الان علاج نهائي ليها خالص، سواء كان حقن او ادويه او جلسات علاج طبيعي او الحاجات دي. كل اللي احنا بنعمله اللي احنا بنحافظ على كيفيه عمل المفصل بشكل جيد، يعني الجوده بتاع الحياه كمان. الخشونه لسه الى الان ما طلعش دواء يعني قاطع ليها او بيعالجها بشكل نهائي. كل اللي احنا بنعمله بنحسن الكفاءه بتاعه المفصل، سواء كان بالحقن، بجلسات العلاج الطبيعي، ببعض الادويه اللي فيها زي ماده الجلوكوزامين والكلام ده. ده بيحسن الوظيفه بتاع المفصل بتاعنا. يعني مثلا لما نيجي نقول انواع الحقن، هتلاقي مثلا في ماده جيلاتينيه، ده بنحقنها في المفصل، ده اللي هو الهيلورونيك اسيد. ده السائل ده موجود بين المفاصل عشان ربنا خلقه لامتصاص الصدمات ولسهوله الحركه بتاع المفصل. تمام. فده لما بنحقنه المريض بيحس بتحسن، بيبقى افضل، حركه المفصل بتبقى افضل، بيأجل موضوع اللي هو تغيير المفاصل بصوره كبيره جدا، يمكن من 10 15 سنه بيأجلها تغيير المفاصل، لان في حالات للاسف بتيجي متاخر. يعني مثلا الخشونه دي درجات، درجه اولى، درجه ثانيه، درجه ثالثه، درجه رابعه. فالمريض لما بيجي من الدرجه الاولى والدرجه الثانيه لا بيتحسن كويس جدا، خاصه مع الحقن. تمام. وزي ما احنا قلنا اول حاجه اللي هو الهيلورونيك اسيد، ثاني حاجه البلازما. تمام. طيب احنا عندنا اللي هو اللي هينزل على الشاشه دلوقتي، هو زي الخشونه اللي في الكتف، تمام حضرتك؟ هل دي بتبقى مؤثره على 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 المدى الطويل، بتاثر مع المريض؟ هل احنا ممكن نحقن المريض في الكتف ويبقى دي هي مره واحده وكده بس، ولا هي حضرتك ممكن؟ لا لا لا، الحقن بيبقى دايما متكرر، الحقن دايما متكرر. يعني مثلا ايه، بالنسبه للكتف الخشونه فيه بتبقى من النوادر شويه، بتبقى ثانويه مش اوليه. تمام. نادر اول لما يجي واحد خشونه في الكتف، ولكن اللي بيحصل التيبس، تيبس الكتف ده من اشهر الحاجات اللي موجوده. ممكن يكون ده بسبب مشاكل في الفقرات العنقيه وبيسمع في الكتف، وممكن مشكله الكتف دي من القلب، ممكن مشكله الكتف دي من الكبد او من القناه المراريه والحاجات دي كلها. فدايما احنا لما بنفحص المريض بنشخص الاول هو عنده ايه، سبب المشكله ايه، الاشعاعات، تحاليل، الحاجات دي. بعد ما بنوصف ده، ممكن يكون مريض سكر، مرضى السكر بيديلهم دايما تيبس في الكتف، فتلاقي المريض مش قادر يرفع كتفه على راسه، او السيده تقول لك ايه، انا مش قادر يعني اسرح شعري. ده مثلا مريض عنده تيبس في الكتف. ده بالنسبه لموضوع الحقن بنعقم كويس جدا، بعد كده بندخل الابره، وبيكون قبلها في بنج موضعي عشان المريض ما بيحسش. وفي الحقيقه يعني كمان في بعض المرضى ما بنستخدمش بنج موضعي، ده بيعتمد على مهاره الطبيب برضو. يعني موضوع طيب. الحقن ده ممكن يبقى الحقن متكرر من مره لثلاث مرات في السنه على حسب الحاله بتاعه المريض. يعني ممكن ياخد حقنه واحده ويتحسن كويس جدا، ممكن مريض حالته اصعب شويه ممكن يحتاج ثلاث حقنات في السنه. تمام. طيب. وده بيخضع للمفاصل بشكل عام، ان هو ان احنا سواء اي مفاصل أو الافضل اللي هو ما نزودش عن ثلاث مرات في السنه طبعا، يعني ماكسيمم ثلاث مرات في السنه. ده افضل يعني. طيب بعد ما بيحن احنا شايفين بتلاقي المريض بيحرك دراعه بتحسن كويس جدا، هو دلوقتي بيعلم بس مكان اللي هيحقن فيه داخل المفصل. وده بيعتمد زي ما قلت على المهاره بتاع الطبيب، بيدخل سن الابره بيحس ان هو في المفصل ده طبعا بالخبره كده والمهاره يعني، وبعد كده بيحقن عادي جدا، الموضوع ما بياخدش دقائق.
يعني ممكن نص دقيقة خلاص الموضوع بينتهي تماما، بيبتدي المريض يحرك دراعه بعد كده بعدها مباشرة ولا هو بيرحل بعديها؟ بعدها مباشرة. المرضى بقى اللي حالتهم أشد ده بيحتاج أكتر من حقنة، تمام، ويمكن بعدها تأهيل، ممكن جلسات علاج طبيعي لو هو حاجة مزمنة شديدة شوية. يعني هنتكلم عن التأهيل السابق واللاحق. هل أنا يعني هل حضرتك بتجهز المريض قبل الحقن وفي تجهيزات؟ ايوه بالظبط، قبل الحقن بنعمل طبعا الاشعاعات والتحاليل بتاعته، والحاجه الثانيه بنشخص تشخيص سليم. ممكن زي ما قلت لحضرتك ممكن المشكله مش في الكتف، يعني في مرضى كتير يقول لك ايه دكتور انا كنت عندي مشكله في كتفي حقنتها وما اتحسنتش، تمام، نيجي نفحص المريض ده نلاقي المشكله كانت عنده من الفقرات العنقيه ومسمعه في الكتف. ممكن المشكله اصلا مش في الكتف خالص، ده المشكله في القلب، عنده مشكله ضيق في الشرايين التاجيه ودايما بيحس بتقل مع النفس وكده، وبعدين بيسمع خاصه في الكتف الشمال. يعني ابتدي المريض يلف طبعا، لازم يعمل فحص كامل. بص العلاج ده ممكن اي حد يعالج، لكن التشخيص هو ده الاساس، ان انت تشخص صح. المشكله مش ادويه او حقن او اي حاجه وخلاص، لا. عشان كده المرضى بيعانوا يقول لك ايه انا حقنت في ركبتي 30 مره ما اتحسنتش، عملت 100 جلسه علاج طبيعي وما اتحسنتش. تيجي تبص تلاقي المشكله مش في الركبه اصلا، ده هو في الظهر، في فقرات اللي هي ضغط على العصب اللي بيغذي الركبه، هو ده المشكله عنده. وبعد كده يبتدي يحس بالم في الركبه، طب هو في معاه تنميل، معاه حرقان، معاه الكلام ده كله، هو ده التشخيص بقى اللي هو اللي موجود. بالنسبه لدي الحقن البلازما ده طبعا حاجه مشهوره جدا دلوقتي، بناخد عين الدم من المريض وبنفصلها في جهاز الطرد المركزي او السنترفيوج، بعد كده بناخد البي ار بي او البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه وبنحقنها داخل المفصل، يعني من الدم منك واليك زي ما بنقول. يعني هنرجع بس للركبه سريعا، وكان في سؤال من مدام منى، هي عمرها 45 سنه بتشتكي من الام وهي طالعه السلم ونزوله، يعني الطلوع والنزول، وفي بعض الاوقات ركبتها بتخونها. يعني انا بتخونها يعني انت تقدر تقول يعني رجلها يعني بتحس ان هي تفلت منها، ممكن تقع كمان على وشها. يعني ساعات كده امهاتنا ربنا يشفيهم يعني يقول لك يا ابني انا بحس ان انا هتكفي على وشي وانا ماشيه، بحس ان رجلي مش شايلاني، رجلي بتخني وانا ماشيه. ده هو الاربطه الداخليه بتاعه المفصل ما بتبقاش كويسه، بتبقى في قطع في الرباط. تمام. الحاجات دي الناس اللي وزنها تخين، تمام، هم دي كلهم ده من اكتر الناس اللي طيب ده كده بالنسبه للحقن. ده بالنسبه لحقن البلازما بنحقنها داخل المفصل، والمريض بيتحسن كويس جدا. ده بياخد برضو 3 حقنات ما بين كل واحده واحده، ممكن اسبوعين لشهر، ممكن كل شهرين، على حسب ما الدكتور بيشوف حاله المريض ايه وبيسمح بايه. ثانيا قبل حقن البلازما ما يكونش بياخد بقى حاجات سيوله كتير، ما ياخدش اي مسكنات معاها او مضادات حيويه قبلها كده يعني. طيب حضرتك اتكلمت دلوقتي عن التشخيص، انت قلت حضرتك ان كله بيعالج ولكن التشخيص هو الفرق طبعا. الفرق. هل لو حصل تشخيص غلط، واحنا بنشوف الحاجات دي كتير، التطورات الموقف بتبقى اسوأ ولا ممكن؟ طبعا لان اسوأ على المريض من الحاله النفسيه، يعني يقول لك ايه انا باخد علاج لركبتي بقالي 3 سنين وما اتحسنتش. طب تيجي نفحص المفصل الركبه تلاقيه كويس جدا. هو اصلا اي واحد في الدنيا لما يجي يفحص المفاصل عامه في قانون كده، تفحص المفصل قبل ومفصل بعد. يعني ممكن يكون المشكله في عظم الحوض او مفصل الحوض ومسمعه في الركبه، او ممكن المشكله في الانكل تحت وعلشان هو مش قادر يمشي فالوجع بيسمع في الركبه، فهو تركيزه كله على الركبه، تخيل. تمام. ظهره كمان الفقرات، طب هو ظهرك بيوجعك، طب يا دكتور انا ركبتي بتوجعني، انت هتحن ظهري؟ هحن لك ظهرك وهتتحسن وركبتك هتتحسن، لان العصب اللي بيغذي الركبه هو المشكله. فلما بنحن في الظهر تلاقي الركبه اتحسنت اوتوماتيك. يقول لك يعني انا كنت كل ده 3 سنين اللي فاتوا باخد علاج غلط او حاجه، هو مش هو التشخيص اللي كان غلط، او اللي هو مش عارف يشخص صح، هو ده المشكله. تمام. طيب عم محمد 60 سنه، بيقول ان هو عنده سكر وما بيقدرش يرفع ايده ويتحرك كتفه من شهرين. ده زي اللي احنا الحاله اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. السكر ده يا جماعه بيعمل تيبس في المفاصل، منها تيبس في الايد، مفصل الايد، ويبقى ممكن تورم الايد الصبح وممكن تخشب عليه ومش قادر يحركها، تقعد دقائق كده معينه، وبرده مفصل الكتف، وبيخش منها في 4 ستيج او 4 مراحل. بيبدا المرحله اللي هو مش قادر يرفع ايديه فتره، فيبتدي يحس بالم مره على مره، ما بيخاف يرفع ايده اصلا،
فالمفصل بيحصل تيبس ويحصل تليبس وتليف حوالين المفصل والعضلات بتاعته. اللي هو تاني اللي هو ده بقى بنحقنه بقى بعد كده، بنحقن الكتف ده. ولازم يظبط السكر، ان احنا السكر عندنا يا جماعه المريض لازم يعمل كل 3 شهور حاجات معينه، سكر تراكمي، زلال في البول، فحص قاعين. ده من اهم الحاجات اللي لازم تتعمل. تلاقي المريض يقول لك يا دكتور انا بقيس اللي هو الراندم ده وبقيسه بيطلع كويس سكره، وتيجي تعمل التراكمي تلاقي 10. طبعا ده عالي جدا، ده بيقيس للثلاث شهور او المعدل الاستجابه للدواء. مفيش مريض يمشي له على جرعه ثابته، مفيش كده في الدنيا خالص. انت الايام دي مظبط سكرك، فاذا لو خدت الجرعه دي ممكن السكر ينزل بسبب الجرعه دي، لان مظبطه على حاجه معينه. طب او ان الجرعه دي قليله جدا بالنسبه للي عندك، على طول بعمل مثلا السكر تراكمي والاقيه عالي 10 10، والمريض بياخد اقراص، لا ده لازم شيفت الانسولين، مش هينفع، لازم نظبط الدنيا دي كلها. فعشان كده بقول لمرضى السكر لو سمحتوا لازم سكر تراكمي، لازم، مفيش هزار في الكلام ده. طيب الحقن زي ما احنا شايفينه على الشاشه كده، اللي بيحقن ده دكتور، لازم يكون دكتور طبعا، لازم يكون طبيب بشري. لازم يكون طبيب بشري متخصص، يعني بعيدا عن الفهلوه والمراكز اللي احنا بنشوفها طيب بره الجيم، سؤال كده بمناسبه الفهلوه، يعني بنشوف اعلانات عن منتجات للعظام، هوبا يعني نشوف كده ان هو ممكن، ما فيش بص يعني هل في حاجه زي كده ان احنا ممكن طبعاً. يعني احنا لو هنعالج بشويه بقى حاجات بقى وحبهان ومستكه وكلام فاضي، مش هينفع. لا احنا بنتكلم عن منتجات بتنزل تقول انت هتعالج في 3 ايام واربع ايام واسبوع، يعني انت اولا دي مجهوله المصدر، انت مش عارف مصدرها ايه، ده اولا. ثانيا ممكن يكون مطحون عليها كورتيزون، وده بنشوفه كتير جدا لما بنحلل المواد دي، بيطلع مطحون عليها كورتيزون بنسبه كبيره جدا، فالمريض بياخد كانه بياخد مثلا 20 ل 30 مللي كورتيزون يوميا، فبتحسن كده كده الباقي بقى يتحسن. بتبص تلاقي وزنه زاد، وشه نفخ، بتبص تلاقي الدنيا مش متظبطه. انا بقيت تمام يعني. فبعد ما بيبطل بقى يجي يمشي نحس ان هو مش قادر يتحرك. ليه؟ لو انا اتعود على جرعه معينه، وطبعا العلبه خلصت عنده او حاجه ومش قادر يجيبها تاني لانه بيبيعوها باسعار غاليه جدا، فيبتدي يصحى الصبح مش قادر يمشي. يبتدي يتعرض لمشاكل تانية، مشاكل في القلب، مشاكل في الضغط، مشاكل في السكر، حاجات كتيرة بتعلى عنده، لان انا مش عارف هو ايه تركيبة المواد دي. ثانيا مفيش علاج حاجة الى الان او بالدماغ كده او بالفهم ان انا اجيب حاجة لكل حاجة، مفيش كده في الدنيا. طب ما خلاص كنا هنقفل بقى كليات الطب بقى، ومفيش تشخيص بقى ولا في اطباء، ونعالج بقى بالحاجات دي، مش هينفع طبعا. انا بقول لك مفيش علاج للخشونة اساسا، يعني حتى الحقن وحتى ما بيتكلموا تحديدا عن الخشونه، الخشونه هي دي، تعالى احنا هنعالجك. مفيش الكلام ده، لم يثبت علاج قاطع للخشونه. كل اللي احنا بنعمله بنحسن وظيفه المفصل، هو بناخر موضوع عمليات الايه؟ اللي هي تغيير المفاصل. تغيير المفاصل. لكن لو المريض من البدايه جاي لك من الدرجه الرابعه ومش هيقدر يعني تتعامل معاه بالادويه او بالحقنه او الحاجه، فورا بتحوله على دكتور العظام، جراحه العظام، بيغير المفصل على طول، وده بيبقى افضل له يعني. تمام. طيب معانا هنا بس سؤال من مدام سهى، عندها 30 سنه، بتقول ان هي مدرسه وبتقف كتير الصبح، الام في الكعب مستمر. هو اول الشكاوي دي دايما بتجي لنا كتير جدا من معظم السيدات اكتر من الرجاله شويه، يقول لك اول ما بصحى من النوم ما بقدرش احط كعبي على الارض، بحس ان كعبي مزند، او لو قعدت فتره وجيت اقوم ما بقدرش. بنيجي نعمل اشعه نفاجئ ان في شوكه عظميه. تمام. او ممكن الشوكه دي ما تكونش هي السبب، لا هو بيحصل التهاب في اللفافه الاخمصيه، يعني بطن القدم بيحصل فيه التهاب شديد جدا، عشان كده ما بتقدرش تتحرك. بعد ما بنحقنها سواء بالبلازما او المواد ضد الالتهابات او الحاجات دي كلها، المريض بيتحسن، بيقوم يتحرك فورا يعني، بيتحسن كويس جدا. ممكن بقى بعد اسبوع بعد اسبوعين بتلاقي النتيجه ماكسيمم بتبقى عاليه جدا، بيقدر يمارس حياته. يعني في ناس حقنينها من 3 سنين كويسه جدا ان شاء الله عادي، في ناس ممكن تحن بعد شهر يقول لك عايز يحن تاني وهكذا. ويا جماعه الاختلاف في الريسبونس من مريض لمريض ده طبيعه الجسم، يعني ممكن 3 عندهم برد كل واحد ياخد قرص نفس القرص ده يتحسن بنسبه 100%، ده 70، ده 50، في غيره ممكن ياخد منه شريط وما يتحسنش خالص، ده طبيعي. عشان كده احنا بنقول التجهيز قبل المريض، هو حضرتك بيدي حضرتك البلان اللي انت حضرتك هتشتغل عليها مع المريض واحتياجاته، يعني احتياجاته هل هو هينفع يحقن ولا لا،
ده تمام. اساس كمان. وهل هو معاه امراض اخرى ولا لا؟ معاه ضغط سكر، امراض كبد، يعني كلى، حد نقدر نقول له لا ما طبعا طبعا مشاكل في السيوله، مشاكل في الدم، الحاجات دي كلها مهمه. ما هو الموضوع مش حقن وخلاص، لا، او في التهاب مكان الحقن، أو واحد عنده التهاب في كتف او خراج او حاجه، طبعا مش هتقدر تحقنه. تمام. بالنسبه لحقن الكعب، لحقن الكعب هيتحقن ويتحرك على طول؟ على طول. اه مفيش مفيش وقت، مفيش لا حاجه. لا هو الناس خايفه مثلا، اللي هو يقول لك ايه، حتى تلاقي المريض يقول لك انا جايب بنتي معايا، جايب اخويا معايا، عشان مفكر ان هو بعد الحقن مش هيقدر يمشي على كعبه فتره يعني. لا، الحقيقه بيتحسن بعد الحقن، بيتحرك عادي عادي جدا، مفيش اي مشاكل خالص. تمام. طيب هل تكاليف الحقن هل هي اوفر ولا تعتبر في متناول؟ هي متناول متفاوته، لان في انواع المواد نفسها مختلفة، لكن في المتناول، في المتناول يعني طبعا، في المتناول لكل، في المتناول مع اختلاف تسعير الخام او المواد اللي احنا ممكن بنستخدمها على حسب اختلاف المادة اللي انت بتحقنها، سواء مادة جيلاتينية او بلازما او مواد ضد الالتهاب، على حسب يعني نوع المادة اللي انت بتحقنها يعني. تمام. مدام سميرة 50 سنة، تشتكي من شد عضلي في السمانة والورك والام في الظهر. هو ده من اكتر المشاكل اللي احنا بنقابلها في السيدات الكبار او الرجاله الكبار، اللي هو بيحصل ضيق في القناه العصبيه. القناه العصبيه دي اللي ماشي فيها الحبل الشوكي، بتضيق على العصب، فبيحصل ان المريض دايما بيحاول يوطي لقدام، يقول لك ايه، كل ما اوطي لقدام بستريح، حاسس ان ظهري كويس. عشان كده معظمهم بتلاقوه ماشي محني لقدام شويه، ده بيبقى عنده ضيق في القناه العصبيه. يا ابني انا بمشي 10 خطوات ولازم يحصل كلبشه في السمانه او في الورك، بيحصل كرامبات، لازم توقفه عن المشي. فبيقول لك انا بقف عن المشي لمده دقيقه او دقيقتين، وبعد كده رجليا تفك وبقدر اتحرك تاني. على حسب المسافات دي بنحدد هل هو ده هيعمل العمليه ولا لا. هل الضيق في القناه العصبيه ده بنسبه كبيره، نسبه 100%، نسبه 50%، نسبه 60%، على حسب الديامتر او على حسب القطر بتاع القناه العصبيه. والقناه العصبيه اللي في الرقبه القطر بتاعها اوسع شويه من الفقرات القطنيه، وهكذا. كل المفاصل سبحان الله ربنا خلق كل حاجه يعني بقدر، بقدر يعني. دي علشان الفاين موفمنت او الحركات المهاريه تبقى في ايديك اكتر، فلازم القناه العصبيه عشان الضفيره العصبيه تبقى كبيره شويه فوق، فتتوزع طيب. على بقيه الجسم. قصه كبيره جدا الحمد لله يعني. الحمد لله الحمد لله. طيب يا دكتور، هنرجع تاني سريعا للحقن، حقن العمود الفقري. ناس كتير جدا بتخاف من الحته دي، وبنسمع يقول لك في فقرات ضغطه على العصب، هل دي مرتبطه بالحقن؟ هل انا حد لما يقول لي انا عندي فقره ضغطه على العصب لازم احقن؟ هو مش لازم تحقن، هو انت درجتك ايه الاول؟ ممكن انت اصلا من البدايه لازم عمليه، زي ما احنا شرحنا كده. العمليه دي بتكون في 3-4 حاجات يعني. مثلا الم غير محتمل مهما جربت معاه، سواء ادويه او جلسات علاج طبيعي او حقن او كده، وما جابش نتيجه. الحاجة التانية بدأ يحصل عدم تحكم في البول أو البروز. الحاجة التالتة الضعف الجنسي عند الرجال. الحاجة الأساسية اللي هو ضعف الإحساس والعضلات بتخس، يقول لك أنا حاسس إن العضلات بتاع الورك أو السمانة أو رجلي خس، وبالذات الشمال عن اليمين، ده بيبقى ضاغط على الناحية الشمال أكتر من اليمين، أو الاتنين، ده بيبقى الغضروف ضاغط في النص، بيبقى واخد الناحيتين، وهكذا على حسب الدرجة بتاعتك إيه. فدي الحاجات اللي احنا بنعمل فيها عمليات، ده من البدايه عمليه، مش هينفع تتدخل له اي حاجه. العمود الفقري خلاص ده بدايته عمليه، لكن الباقي بقى 90% من رحمه ربنا، 90% من الغضاريف بتتعالج بالحاجات العاديه، بالادويه وبالحقن وبالجلسات العلاج الطبيعي. والمريض بيمشي فترات طويله جدا وبيعيش بيها ممكن لاخر عمره، عادي عادي جدا، وما بيحتاجش العمليات. لكن في 10% ده من البدايه، اذا كان في الاعراض اللي انا قلت عليها دي لازم يتوجه فورا جراحه مخ واعصاب. ودايما يا جماعه لما بنقول الدكتور بيحولك لدكتور جراحه المخ والاعصاب، هو احنا مش بنحوله كده وخلاص، انت حالتك تستدعي ده. يعني انا مش بحوله عشان هو عشان يعمل عمليه، لا، انت حالتك تستدعي عمليه فلازم تعملها. ده ليه؟ علشان ما يحصلكش مشكله ومضاعفات بعد كده، كده كده هتعملها. فالافضل تروح غرفه العمليات زي ما بنقول بمزاجك، احسن ما تروح غصب عنك وما فيش نتيجه. يعني دايما الناس خايفه من العمليات ليه؟ يعني يقول لك اصل ما بيجيبش نتيجه. لا، والعمود الفقري وممكن لو غلط العمليه يحصل لي كذا، غير كده غير كده. اللي هو يقول لك ايه، اصل فلان عملها وما اتحسنش، اصل فلان لا، هو جه امتى؟ في ناس بتقعد تستنى تستنى تستنى. الحبل الشوكي ده لما بيتضغط ما بيرجعش منه الجزء اللي اتضغط تاني خالص. فاحنا على قد ما نقدر بنحاول ان احنا نحافظ على الباقي.
فانت لو جيت بدري الغضروف ده بيتشال خلاص، العمود الفقري بيبقى كويس، الحبل الشوكي، الاعصاب بتبقى كويسه، الضغط اتشال من عليها. لكن لو استنيت متاخر هيرفع، وده مش هيرجع تاني، يعني اللي راح مش هيرجع تاني، لا الاعصاب هترجع تاني ولا التنميل ولا الحرقان. يبقى طب احنا بنعمل عمليه ليه؟ عشان ما تسقش. شفت بقى نوصل لدرجه ايه؟ لا احنا عايزين نعمل عمليه عشان تتحسن. تمام. طيب بالنسبه للمفاصل وتغيير المفاصل دلوقتي، هل تغيير المفصل بيبقى في حالات محدده بتغاضى عن الحقن وعن 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 بوصل مباشره حاله المريض لما يكون المفصل خلاص يعني العظمتين لازقين في بعض، والحركه الرينج بتاع المفصل حركه معينه، والخطوتين ثلاثه، ويقول لك انا في الم وكلبشه في رجلي ومش قادر اتحرك وما بقدرش امشي وكده. مرتبطه بسن؟ لا مش مرتبطه بسن، مش مرتبطه بسن، مرتبطه هي طبعا بتيجي اكتر في الكبار، ولكن في حاجه اسمها خشونه ثانويه، يعني واحد عنده سكر، واحد كان عنده ليونه في الاربطه، ده بيجي لهم خشونه بدري. تمام. ناس عندها الغده الدرقيه ده بيتعرض للخشونه بدري. واحد كان عامل عمليه في ركبته غضروف من زمان وبتاع، او اتخبط في رجله كذا مره، فهو ده الاساس بتبقى ثانويه نتيجه الخبطات وحاجات، فبيجي له خشونه بدري. دلوقتي يا جماعه ما حدش يخاف من تغيير المفاصل، دلوقتي في مفاصل سمارت طالعه وحديثه وكويسه جدا، والمريض بيتحرك بعدها وبيقدر يمارس حياته طبيعي جدا، بس المهم التوقيت. تغير بدري هتبقى احسن بالذات في حالتك، يعني لو بالذات لو الطبيب حولك لدكتور جراحه العظام، انما الناس بتخاف للاسف. طيب عشان الوقت زي ما بيقولوا قرب خلاص، ننصح الناس بايه؟ ان هو يتفادوا الخشونه. هو اول حاجه اللي احنا بنقوي طبعا الحاله النفسيه، طبعا ده اهم حاجه، المشي يوميا نص ساعه، تقويه العضله الرباعيه، عايزين نحمل على العضله نفسها، العضله دي اللي بتحرك المفصل، المفصل ما يتحركش لوحده، المفصل عشان يتحرك كويس لازم عصب كويس ولازم عضله كويس، فلازم تقوي العضلات بتاعتك، ده عن طريق ممارسه الرياضه وتمارين معينه للعضله الرباعيه. ثانيا ما يطلعش بقى سلالم كتير وتنزل كتير، الناس اللي ساكنه في ادوار عليا وبتاع، يبقى ريح بين كل دورين كده، ريح دقيقه او حاجه، مش على طول واخدها. يعني ده ما بيقويش الركبه والسمانه والحاجات يعني اللي شويه بس، مش كل مش يوم بسرعه يوميه هتبقى مرهقه للمفصل، يعني كل حاجه في حدود، كل حاجه في حدود. في حدود. امتى او في البدايات الخشونه ايه الحاجات اللي انا لو حسيت بيها اقول انا عندي خشونه؟ هو اول حاجه بتبتدي طبعا الالام، وده في 60-70%. بعد كده يجي يقول لك يا دكتور انا مش قادر اطلع السلم، حاسس ان انا بطقطقه، بسمع صوت وانا طالع السلم او نازل، بحس ان ركبتي مخشبه عليا، اقعد 5 دقايق اجي اقوم الاقيها مخشبه عليا، فاقعد 2-3 دقايق عم اتحرك. ده من اكتر العلامات اللي بتيجي في بالنسبه للامراض الخشونه. هرجع تاني سريعا كده للحاجات الطبيعيه، هل في حاجات طبيعيه في ممكن الناس تاخدها تتفادى بيها او تساعد على على والله بص، هو الحاجات دي على ديبيت كبير، يعني على ناس تقول لك خد مش عارف ايه كذا ده احسن، وكتان وبذر الكتان ومش عارف ايه، حاجات كتيره قوي، لكن حاجه تثبت فعاليتها 100% يعني ما نعرفش، زي حب الرشاد والحاجات دي، حاجات كويسه مش هتضرك في حاجه، يعني حاجات طبيعيه مش هتضر. بالظبط كده، ولكن مش هو الاساس. اهم حاجه التشخيص زي ما قلت، لان يعني ممكن يكون عندك خشونه وقطع في الغضاريف، عندك خشونه ومشكله في الفقرات، عندك خشونه وعندك سكر، وفي غده، في ترسيب املاح داخل المفصل. انا بقول لك التشخيص كتير، مش شرط كل وجع في الركبه هنقول عليه خشونه وخلاص، يعني هنقول عليه خشونه وخلاص، لا مش هينفع. تمام. دكتور محمد العدل، استاذ مدرس مساعد الروماتيزم والام العمود الفقري وحقن المفاصل، بنشكر حضرتك، ساعدنا بيكو، وان شاء الله الاسبوع القادم نكون معاكو الساعه 4. شكرا ليكو، ونلقاكو يوم السبت. سلام عليكم.